مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. اصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيان لمناشده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه من اجل الترشح لفتره رئاسيه جديده. وجاء البيان في اطار الدور الهام والحيوي الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو الممثل الشرعي لجميع فئات العمال بجمهوريه مصر العربيه. وبيتقدم الاتحاد العام وبيعلن لجميع فئات الشعب المصري الكريم مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى. لمزيد من التفاصيل بينضم إلينا الأستاذ محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. أهلا بك يا فندم ومنورنا. أستاذ محمد، حضرتك سامعني؟ أهلا وسهلا. أهلا بسيادتك، في البداية بنرحب بيك وحابين حضرتك تكلمنا أكتر عن البيان اللي أصدره الاتحاد لمناشدة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الترشح لفترة رئاسية جديدة. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، تحياتنا ليك وكل الزملاء في اليوم السابع. أهلا. طبعا يعني إحنا البيان مناشدة فخامة الرئيس علشان نقول إن إحنا نطلع بيان اتحاد عمال مصر ما جاش من فراغ. إحنا بنتمتع الفترة اللي فاتت باستقرار وأمن وأمان، ولابد ان احنا نحافظ على هذه المكتسبات. بدون الامن والامان مش هيبقى فيه تنميه، ولا هيبقى فيه استقرار، ولا هيبقى فيه عماله، ولا هيبقى فيه جمهوريه زي ما احنا بنقول التنميه المستدامه في جمهوريه مصر العربيه. احنا الفتره اللي فاتت في امان وظيفي بنحاول نحققه عندنا في مجالات الترفيه. نعرف حضرتك انت اتحاد عمال مصر بيضم حوالي 27 نقابه عامه في جميع المجالات، من الصحه والبناء والاخشاب والغزل والنسيج والبترول والكيماويات وتبر، يعني كل اللي موجود جمهوريه مصر العربيه هو منضمين لاتحاد عمال مصر. من هذا المنطلق كان لابد ان احنا نناشد فخامه الرئيس استكمال البناء والتنميه والعبور بجمهورية مصر العربية لبناء جولتنا الحديثة. طيب، عاوزينك تكلمنا عن كواليس إصدار البيان، يعني إيه اللي حصل وإزاي تم الاجتماع قبل إصدار البيان وصياغته وإصداره بشكل رسمي؟ هو إحنا النهاردة لما بنيجي نعمل بيان عندنا هيئة المكتب وعندنا أعضاء الاتحاد، اتكلمنا كلنا مع بعض، وكان إننا إحنا شايفين كان مجموعة بتحاول إن هي تبث روح الهزيمة في داخل بعض جموع الشعب، فكان لابد ان احنا نطلع ونقول لا، الكلام ده ما يصحش، لابد ان احنا نعدي رساله لجموع الشعب المصري ونقول لهم الاستقرار والتنميه والامان ما بيجيش من فراغ ولا من جهد ولا من عرق، فلابد ان احنا نكون داعمين هذه الفتره ونكمل مسيرتنا ونكمل استقرارنا الموجود، وخصوصا فخامه الرئيس مهتم بالطبقه العامله اهتمام شديد جدا خلال الفتره اللي فاتت، من علاوات خاصه ومن بعض الامتيازات للعماله، وخصوصا العماله الغير منتظمه اللي كان ما فيش حد بيبص لها خلال السنوات السابقه. احنا دلوقتي النهارده العماله المنتظمه واخده حيز من الحكومه ومن النقابات ان هي تدعمها، على الرغم ان انا مش موجود عندي، انما ده عامل في الاخر بينتمي لجمهوريه مصر العربيه، وخصوصا ان انت بتحاول تعيد تاهيل وتدريب هذه العماله ليتوافق مع متطلبات المنتظمه. هتجيبني؟ الو استاذ محمد، حضرتك سامعني؟ سامع. طيب، انا كنت حابب اسال حضرتك في جزئيه مهمه، وهي متعلقه بمدى استفاده عمال مصر من الدعم المقدم دوما من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما هو المأمول مستقبلا؟ حضرتك يعني كلنا بنسعى ان احنا نطور وناخد اعلى المكتسبات لعمالنا، وفي نفس الوقت انت بتحاول تطلب الكلام ده من خلال القنوات الشرعيه في شكل الدولة المصرية وفي شكل الوزارات المعنية الموجودين. ومن هنا احنا لما بنقول ان احنا كاتحاد للعمال مصر بندور احنا عايزين الانجازات دي لو مش كلها هتتحقق مرة واحدة، انما لابد ان احنا نخطو الى الامام. هل احنا شايفين استجابة من القيادة السياسية ومن الحكومة لكل اللي احنا بتطرحه؟ انا عن نفسي عايز 100%، انما لابد ان انا اسعى ان انا اوصل بالعمال بتوعي في مطالبهم لتحقيق وخبلك اعلى استفاده. من هنا شايفين يمكن تعيد العمال فخامه الرئيس قال كلمه مهمه جدا، قال يا جماعه قانون العمل لابد انه يصدر. قانون العمل الجديد اللي هو المفروض يتناقش خلال الدوره القادمه
قال لابد ان هو يخرج للنور لان ده بيعمل امان وظيفي وبيدينا استقرار. واخد بالك ان حته الاستماره السيئه اللي هي الاستماره 7 اللي هي الفصل بتاع السوق دي ده خلاص هيتلغي من القانون الجديد. وكان فخامه الرئيس مهتم جدا بهذا القانون اللي هيعمل طفره جديده جدا في التعاون ما بين طرفي العمليه الانتاجيه اللي هو اصحاب الاعمال والنقابات اللي بتمثل العمال وطبعا الحكومه. فلابد ان احنا نسعى جيدا الى ايجاد ونقطه جاده لهذا القانون اللي بيطلع بشكل يرضي طموح الجميع. طيب حضرتك شفت ازاي قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي اصدرها اثناء افتتاحه عدد من المشروعات بمحافظه بني سويف وماذا استفادت المواطنين منها؟ طيب انا هشوفها من منظور ثاني ويمكن الناس هتقول لك طب انت مالك من بتوع المعاشات؟ هم برضو دول افنوا حياتهم وكان في قرارات مهمه جدا لاصحاب المعاشات ودول افنوا حياتهم كعمال، فهل احنا برضو ما ينفعش ان احنا نتركهم؟ طبعا فخامه الرئيس بالنظره لاصحاب المعاشات دي نظره يعني بنقول فيها نظره فيها نوع من انواع ارجاع الحق ليهم، لان دي فئه تعبت فتره من فترات واحنا عايزينهم يعني يكون مستواهم المادي يعلى خلال الفتره القادمه. نرجع كمان نتكلم عن المزارع وبعض التحقيقات اللي هي تمت في قرارات معالي الوزير. والنهارده الزراعه دي امن قومي، احنا النهارده لابد ان احنا نبص على الزراعه والاراضي الزراعيه اللي تم استصلاحها ولابد ان احنا نبني هذه الثمار لان دي بتاثر على الاسعار وال نقول المنتجات الزراعيه للبيت المصري. فاحنا لابد ان احنا القرارات دي تصب في الاخر في مصلحه المواطن المصري. نتمنى ذلك طبعا يعني مستقبلا ان احنا شايفين انجازات حقيقيه بتحصل على ارض الواقع وبنتمنى طبعا استكمالها فيما هو القادم. الاستاذ محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جزيلا. دي كانت كل التفاصيل الخاصه بالبيان اللي اصدره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشان تأييد ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره انتخابيه مقبله. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والى اللقاء.